شهد العراق أكبر عملية استرداد لآثار وكنوز ثقافية عراقية تم تهريبها خارج البلاد بعد أن أعلن عن استرجاع نحو 17,000 قطعة أثرية نفيسة من الولايات المتحدة الأمريكية خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى واشنطن. وفي حفل أقيم لتسليم القطع الأثرية المستردة من وزارة الخارجية إلى وزارة الثقافة، قال وزير الخارجية فؤاد حسين أن الوزارة عملت على تفعيل استرداد الآثار المهربة وأن سفارة العراق في واشنطن تسلمت ملكية تلك الآثار. بينما قال وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم أن جهود حثيثة بذلت من أجل استرداد القطع الأثرية من واشنطن، مؤكدا أن المهربين محاصرون بقوانين دولية تجبرهم على تسليم القطع الأثرية العراقية المسروقة والمهربة. وزارة الثقافة وعلى لسان المتحدث باسمها أحمد العلياوي أكد أن الهيئة العامة للآثار والتراث تمكنت من استعادة 4165 قطعة أثرية منذ عام 2003، وأن هذه القطع تحمل رقما متحفيا كانت قد سرقت من المتحف العراقي إبان أحداث العام 2003، بينما استطاعت الوزارة استرداد 8664 قطعة أثرية من خارج البلاد قبل الوجبة الأخيرة. وزارة العدل الأمريكية كانت قد أعلنت عن إعادة لوحا مسماريا أثريا عمره 3500 عام يوثق جزءا من ملحمة جلجامش بعدما تبين لها أنها ملكية ثقافية مسروقة أدخلت إلى سوق الفن الأمريكية بطريقة احتيالية. تعرضت الآثار العراقية إلى حملات ممنهجة من السرقة في المناطق الأثرية التي لم تخضع للتنقيب الرسمي بعد أن شرعت عصابات منظمة إلى التنقيب ذاتيا وبيع تلك الآثار بصورة غير شرعية، بينما يذكر مختصون سرقة أكثر من 15,000 قطعة أثرية من المتحف العراقي فقط بعد حرب عام 2003. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت تحقيقا صحفيا مفصلا حول القطع الأثرية التي أعيدت إلى العراق مؤخرا ومن أين أتت. التحقيق بيّن أن القطع التي تم إعادتها كانت أغلبها في متحف الكتاب المقدس في واشنطن، والذي افتتح قبل 4 سنوات، والذي أعاد إلى العراق 12,000 قطعة أثرية اشترتها الأسرة التي تملك المتحف من عدة مزادات للآثار، بعضها في أوروبا والبعض الآخر في الشرق الأوسط. أكثر من 5,000 قطعة من القطع الأخرى التي تم إرجاعها كانت تحتفظ بها جامعة كورنيل الأمريكية، والتي تبرع بها للجامعة عام 2000 جامع آثار أمريكي. هذه المجموعة تعود إلى مدينة سومرية غير معروفة من قبل، عرفت بغارسانا، ولأن المدينة غير معروفة يشتبه علماء الآثار على نطاق واسع في أنها جاءت من موقع أثري منهوب في جنوب العراق. أشهر القطع الأثرية التي تم إعادتها إلى العراق كانت لوح طيني يجسد جزء من ملحمة جلجامش. كان المتحف، متحف الكتاب المقدس في واشنطن، قد اشتراها في مزاد للآثار في لندن عام 2001. للحديث أكثر ينضم لنا من واشنطن الأكاديمي والباحث في الشأن العراقي السيد هيثم الهيتي. سيد هيثم، أهلا وسهلا بك ومساك الله بالخير. نعم، أهلا. شنو أهمية أهلا وسهلا شنو أهمية عودة هذا العدد الكبير من القطع الأثرية للعراق في هذا التوقيت؟ أول شكرا جزيلا. أنا لدي تصورين عن هذه القضية. نعم. التصور الأول أن هناك يعني تقدير أمريكي ودور أمريكي في إعادة كل الأشياء والممتلكات العراقية التاريخية المتعلقة بيعني الدولة العراقية وتاريخ الإنسان العراقي على مدى آلاف السنين، وهذه قضية مهمة ولها تأثير كبير حتى على نفوس العراقيين. النقطة الثانية والمهمة جدا طبعا، أضيف أن هذا قطع الطريق على كل السراق والذين نهبوا الممتلكات العراقية والذين قاموا بعمليات يعني استفادة من حالة الحرب وعمليات سرقة ستهدد الآخرين الذين قاموا بنهب ممتلكات كثيرة. النقطة الثانية بالنسبة لقضية الآثار،
يعني أنا أحب أن أقول أن هناك آثار عراقية موجودة في متاحف عمانية ومتاحف فرنسية ومتاحف بريطانية، وهذه الآثار تم ديمومتها واستمرارها وعرضت لكل العالم، وما زال العالم ينظر إليها بإعجاب. وأذكر جيدا أنا أني تحدثت مع أثاريين عراقيين عن هذه الآثار، فذكروا أن الأفضل للعراق أن تبقى هذه الآثار في هذه المتاحف لسببين: أولا أن العالم سيراها، وثانيا سيحافظ عليها، هذه المتاحف ستحافظ عليها، وهذا الشيء سيبقى مملوك للعراق، وهي ستعطي صورة إعلامية طيبة عن العراق. لذا كنت أتمنى أن نتضاف خطوة أمريكية أخرى بافتتاح متحف لحضارة الميسوبوتاميا في واشنطن، في خضم المتاحف العملاقة الأمريكية، لعرض تاريخ الإنسان العراقي ليس للأمريكيين فحسب، وإنما للعالم. هو سيد هيثم، مثل ما حضرتك تعرف، هو يعني إذا يعني تعرف حضرتك أكبر المتاحف لعله بالولايات المتحدة هو متحف المتروبوليتان بنيويورك، ومتحف المتروبوليتان عنده جزء كبير من المتحف في قصة الحضارة يروي تاريخ العراق، وحتى الثور المجنح موجود، وآثار عراقية سومرية تحديدا مهمة جدا في هذه الأماكن. بس نقطة حضرتك أنه العالم يعني لازم يشوف هذه الآثار، ولعل وجود هذه الآثار في بعض المتاحف مهم بالنسبة يعني إعادة التأكيد على أهمية حضارة وادي رافدين. بالتأكيد، يعني المتاحف هي عبارة عن وسائل إعلام، لكن وسائل إعلام تصور التاريخ، تصور حضارة الإنسان. فهناك الكثير من يدعون لإعادة الآثار من المتاحف الألمانية والبريطانية، وهذا خطأ جسيم. هذه الآثار لا تقول أنها بريطانية، هي تقول أنها حضارة بلاد الرافدين، ولكنها تعرض للألمان، تعرض للبريطانيين، وتعرض للزائرين لهذه الدول. فيعني من الضروري جدا أن نفكر بعقل مختلف، وأن يعني أنا يعني أشكر هذا كعراقي هذه الخطوة العظيمة بالحفاظ على آثارنا القديمة، ولكن أيضا أريد أتمنى أن تكون هناك خطوة أخرى لبناء متحف أو تأسيس متحف متخصص بحضارة الميسوبوتاميا بحجمها الهائل وتأثيرها العالمي. طيب بالمقابل كبير. إحنا نريد متحف في بغداد يرجع ينفتح وترجع له كل هذه القطع، مو سيد هيثم؟ طبعا بغداد من الضروري جدا ان يعني يكون لنا متحف عملاق كالمتحف المصري في القاهره. يعني اخواننا بمصر انت جبتها، يعني اخواننا بمصر ما شاء الله الاستعراض اللي صار قبل فتره ونقل المومياءات الى المتحف المصري الكبير، يعني نتمنى نشوف شيء مشابه بالعراق. هذه القضيه مهمله تاريخيا في العراق، علما ان حضاره العراق هي أقدم من الحضارة المصرية بكثير حسب دراسة نشرتها جامعة للدكتوراه في جامعة شيكاغو. وبالتالي من المهم جدا أن نعرض، يعني هذا العرض مهم جدا لصورة الإنسان العراقي، ليست القديمة فقط بل حتى الآنية والمستقبلية، وهي تؤثر الكثير من الناس بالعالم عندما حتى تقول له أنا من العراق يسألك أنت من إيران، لأنه لا يعرفون العراق ويعرفون الميسوبوتاميا. على سبيل المثال، اسم مصر لها اسمين، الاسم العربي مصر، ولها اسم آخر باللغة الإنجليزية هو إيجيبت، يعني القبط، يعني الحضارة القديمة. حتى الطيران إيجيبت إيرويز هو يشير إلى التاريخ ولا يشير إلى الاسم الحالي. لو أن العراق استخدم الميسوبوتاميا في مسميات كثيرة، سيكون هذا نوع من التسويق للماضي ومزج الحاضر بالماضي، وسيعطي انطباعات وتصورات حتى سياسية مختلفة وجديدة عن العراق. هذه المرحلة هي مرحلة يعني اللي دا نحكي بها مرحلة الحوار الاستراتيجي وما بعد الحوار الاستراتيجي، وأكو تأكيد على أن الولايات المتحدة راح تساعد العراق حتى في إعادة بعض الآثار المنهوبة والمسروقة في دول أخرى ليس فقط في الولايات المتحدة. التأكيد أيضا على عودة الآثار والمساعدة الأمريكية في جلب الآثار من كل مكان في العالم وإعادتها للعراق، شو نشوفها؟ هذا دور إنساني وحضاري مهم وضروري بعد سنوات طويلة من انتهاء الحرب في العراق. ولكن بنفس الوقت أنا أعتقد أن هناك يجب أن تكون مخاطر ومحاذير من إعادة تهريب هذه الآثار في العراق، خاصة وأننا نعيش في أوضاع أمنية ما زالت غير مستقرة، سياسية اقتصادية أيضا غير مستقرة.
وأعتقد يعني أنه هناك حاجة دولية للعمل في هذا المجال لحماية هذه الممتلكات العالمية والحضارية. هي ليست فقط عراقية، هي تمثل تاريخ الإنسانية في العالم من عبر العراق. وبالتالي الحفاظ عليها والوعد بإعادتها هو الأساس. أما الإعادة الآنية لا يجب أن يكون أساس إلا بعد أن يكون هناك وبعد أن تعود كيف راح يتم التعامل معها وشلون راح يتم عرضها وشلون راح يتم التسويق لها. يعني حتى أضيف قبل يعني الحفاظ عليها بالتأكيد، أنا أضيف قبل ما يعني أود حضرتك سيد هيثم أنه إحنا عراقيين عشنا بالعراق سنوات طويلة ما نعرف آثارنا وين، ولا يمكن يخدم عليها بزيارة وتروح تشوفها ولا يسوي لك وفد مدرسي أو غيرها. يعني مو كل العراق طبعا كان ينعم بزيارة الآثار العراقية. أشكرك سيد هيثم الهيتي على هذه المشاركة والمعلومات اللي قلتها حضرتك، كنت معنا من واشنطن. شكرا سيد هيثم. شكرا لك. بعد الفاصل الحديث مستمر حول الآثار العراقية المهربة وأهمية الآثار المعادة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى العراق، خليكم ويانا. سعي مستمر وحثيث للحكومة العراقية لاستعادة الآثار القيمة التي تم تهريبها على مر العقود الماضية بمختلف الطرق وعبر مختلف الحدود. خلينا نشوف التقرير. بعد حراك سياسي وقانوني استمر لسنوات، تمكن العراق من استرداد آثار وكنوز ثقافية مهربة عادت برفقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في طائرته الخاصة بعد انتهاء مباحثات الحوار الاستراتيجي مع الإدارة الأمريكية. الآثار التي استعادها العراق تعد أضخم مجموعة من القطع الأثرية المستردة من أمريكا. بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية على استرجاع الآثار التي يتم ضبطها في المنافذ الحدودية. وبحسب مختصنا فإن لهذه الآثار أهمية تاريخية كبيرة كونها تعود إلى فترة نشوء الحضارة في منطقة وادي الرافدين. الآثار المستردة تعود إلى 3500 سنة قبل الميلاد، يعني مجموع الفترة الزمنية تعود إلى 5000 سنة ماضية، وهذا معناه أنه هي الحقبة المهمة اللي تأسس بها الحضارة البشرية الأولى في تأسيس المدن. استعادة هذه الآثار جاءت وبحسب وزير الثقافة بجهود وزارتي الثقافة والخارجية إضافة إلى هيئة الآثار والتراث. يأتي ذلك وسط دعوات بضرورة الضغط على المجتمع الدولي لاستعادة جميع الثروات الآثرية التي نهبت من العراق خلال الفترات السابقة وضرورة ترقيمها عالميا، كون أن أغلبها لا يحمل تصنيفا متحفيا بما لا يمكن القانون الدولي من حمايتها. عملية توثيق القطع الأثرية توثيقا علميا دقيقا كما يوثق في بقية المتاحف العالمية محليا، ومن ثم توثيقها على نطاق الدولي مع شرطة الانتربول. آلاف القطع الأثرية تعرضت للنهب وفقدت أثرها، خاصة بعد اجتياح القوات الدولية للعراق عام 2003، بينها 16,000 قطعة من متحف بغداد. كما يعاني العراق من نبش آثاره من قبل عصابات منظمة تعمل على تهريبها للخارج، مستفيدين من تراخي سلطة الدولة جراء الأوضاع الأمنية غير المستقرة. ويعمل العراق منذ سنوات طويلة على استعادة آثاره المهربة والمنهوبة من خلال ملاحقة المهربين والمزادات العالمية لبيع الآثار. لبرنامج بالعراقي عبد الحميد زباري، أربيل. ينضم لنا من بغداد للحديث أكثر الدكتور عباس منديل، معاون مدير عام دائرة المتاحف العامة ومدير متاحف المحافظات. كما ينضم لنا أيضا من بغداد المؤرخ والخبير في الآثار والحضارة العراقية الدكتور علي النشمي. ضيوفي الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج بالعراقي ومساكم الله بالخير. أبدأ وحضرتك دكتور عباس، شلون راح يتم التعامل وحفظ ما عاد من الآثار إلى العراق؟ نعم،
بدءا شكرا لقناتكم الكريمة على تناولها موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو استرداد الآثار العراقية. حقيقة موضوع الآثار المستردة هو موضوع ليس محض صدفة أو وليد الصدفة، بل هو امتد لسنوات طويلة، ومنذ تقريبا نهاية القرن الماضي أو منذ عام 1991 نهاية حرب الخليج الأولى، تلتها بعد ذلك حرب الخليج الثانية 2003، ازدادت الهجمة على آثارنا الرافدينية في مواقع الآثارية الممتدة على مناطق واسعة من عراقنا الحبيب. ثم تلتها ذلك هجمة أكثر توسعا وأكثر شراسة، ألا وهي هجمة التنظيمات الإرهابية المتمثلة بداعش عام 2014. حقيقة تلك الهجمات أثرت تأثيرا مباشرا على الآثار، وأدت إلى إخراج العديد بل آلاف من تلك القطع مجهولة المعثر. طبعا نحن في العراق تعرضت متاحفنا أيضا إلى عملية نهب منظمة، وعلى وجه الخصوص بعد الأحداث عام 2003 وبعد 2014، وخصوصا في المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي. طبعا تأثرت مواقعنا الأثرية وأخرجت العديد من تلك القطع. طبعا أعمال النبش أعمال خطرة جدا، كون أن الآثار التي تستخرج من تلك المواقع ستكون مجهولة المعثر ولم يتم ترقيمها. طبعا هذه الآثار التي أخرجت تحتاج إلى جهد كبير من ناحية عملية توثيقها وأرشفتها، وأيضا عملية حفظها. لربما هنالك الكثير من تلك القطع قد تعرض إلى التلف نتيجة النقل غير المنظم وغير المهني. طبعا تلك القطع يجب أن نهتم بها أكثر، كونها أنه قد تعرضت إلى تلك العوامل العديدة. طبعا وصلت في الآونة الأخيرة ما يقارب 17,000 قطعة أثرية. طبعا تلك القطع متنوعة المصادر، بعضها أتت عن طريق النهب، ولربما البعض الآخر وصل إلى الجامعات الأمريكية في أواخر أو منتصف القرن الماضي أو قبل ذلك بقليل، نتيجة أعمال التنقيب المنظمة التي أجرتها الجامعات الأمريكية في عراقنا، وعلى وجه الخصوص جامعة بنسلفانيا عام 1877. شلون راح تتعاملون ويا اللي رجع عن القطع دكتور؟ عذرا للمقاطعة دكتور عباس، هذه القطع هل راح تنعرض بالمتحف؟ نعم. ولا راح يعني تنحفر؟ هذه القطع سوف يتم جردها وحصرها، ثم عزل القطع المتأثرة لكي نقوم عليها بأعمال صيانة وترميم إليها، ثم بعد ذلك سنقوم بوضعها في مخازن الهيئة العامة للآثار والتراث المتحف العراقي، وسنعرض بعض تلك القطع لتجد طريقها إلى قاعات العرض المتحفي في المتحف العراقي وبقية متاحف المحافظات. زين، خليني أروح أستأذنك دكتور عباس، أروح الدكتور علي. دكتور علي أهلا وسهلا بك برنامج بالعراقي. أهمية عودة هذه الثروة الوطنية العراقية إلى العراق اليوم؟ لا طبعا هذه الآثار، يعني أنا شوي لارد خيب ظنكم، طبعا فيها آثار طبعا مهمة جدا، وفيها قطع في غاية الأهمية. طبعا هناك يصير خلط كبير ما بين الآثار التي سرقت عن طريق المتحف والتي تلك التي نهبت بطريقة غير قانونية من خلال التلول الآثاري. طبعا لا يمكن أن تسمي الأثر أثرا إلا لو تم اكتشافه عن طريق بعثة أكاديمية بشخصيات معروفة، حتى درجة الحرارة تحسبها، حتى درجة الحمض الموجود في الأرض تحسبها، وبعد ذلك يعطى ستامب أو يعطى كود وتسجل في منظمة المتاحف العالمية، وبعد ذلك ممكن أن تعرضها كأثر. ولكن عندما يسرق أثر من التلول الأثرية الآن في العراق ويذهب وبعد ذلك يمسك ويأتي عن طريق الإنتربول أو عن طريق هذا، فهذه لا يعتبر أثر، هذه تسمى تحفة، يعني لا يمكن أن نعرضها لأنه لا نعرف أين وجدت وفي أي مكان مكتشف. هذا من جانب. بجانب آخر يصير خلط أيضا. أولا هذه الآثار التي جلبت من أمريكا هذه موجودة منذ سنوات طويلة،
ولكن العراق كان متقاعسا جدا، وزارة الثقافة ووزارة الخارجية كانت متقاعستين جدا في إرجاحها، وكان المؤمل أن تعود قسم منها عام 2014 وقسم 2017 وقسم 2019، ولكن كورونا منعت جلبها. هذه كانت في صناديق موجودة في القبو للسفارة العراقية، يعني لم تحصل مفاوضات كما يقول الجانب العراقي، والمفاوضات نجحت في إقناع الجانب أجاب كلا، هي موجودة بالسفارة الأمريكية. السيد الكاظمي من رجع جابها ويا حقيقة يعني دكتور استأذنك دكتور علي أنا بس يعني ويا حضرتك باقي أريد أقول بس نقطة للتاريخ. يعني أنا قبل ما يفتح المتحف الكتاب المقدس في واشنطن أنا كنت في وفد إعلامي وزرنا المتحف قبل ما يتم افتتاحه وشوفونا بعض القطع الأثرية، وكوني أنا عراقي فسألت على بعض الآثار، وبالفعل يعني الكلام حضرتك اللي قلته بعض هذه المقتنيات تمتلكها الأسرة اللي افتتحت المتحف واللي هم أسرة محلات مشهورة اسمها الهوبي لوبي بأمريكا. هذه الآثار موجودة عند هذه الأسرة من التسعينات، من منتصف التسعينات يا سيد الفاضل. فأنا بس النقطة اللي أريد أقولها بس أنا موضوع المفاوضات جزء منها كان أكو مفاوضات لاسترجاع بين الحكومة العراقية عن طريق وزارة العدل الأمريكية لاسترجاع تحديدا هذه المقتنيات الموجودة بهذا المتحف. لا سيد الفاضل إطلاقا، هذه اللي موجودة في المتحف الكتاب المقدس في نيويورك لسيد غرين في واشنطن، وهو يهودي نعم. متعصب جدا. هذه المقتنيات ومن ضمنها حلم جيلجامش، بالعكس أحد الخبراء الأمريكان هو الذي قال، وأحد العاملين موجودة في متحف الكتاب المقدس هو الذي قال ورفع بها تقرير، وبعد ذلك وزارة العدل الأمريكية تدخلت، وعلى أساس أنه بعد ذلك أبلغ الجانب العراقي، وعلى أساس جرت مفاوضات ما بين السفارة العراقية والجانب وشركة هوبي لوبي على أساس تسقط الدعوة من خلال العراق، لأن الأمريكان ما يقدر يستمرون إلا بوجود المدعي وهو العراق. ولذلك العراق تنازل، يعني أنا هاي شغلية جدا خطيرة جدا، كان على أساس يصدر قرار العراق يتنازل مقابل الهوبي لوبي تتبرع ب 15 مليون دولار تدريب الخبراء العراقيين في أمريكا. العراق تنازل على 15 مليون دولار، يعني هي هذا سر من الأسرار التي يجب أن نكتشفها في فلا توجد مفاوضات. أنا بدي أقلل من القيمة، هذا من جانب. من جانب آخر، جزء من 17,700 سيد الفاضل في عام 1919، وأنا لو تقرأ الفيس مالي أنا متابع لهذه القضايا ومبقى صوتي، وحتى وصلت إلى الصراخ والبكاء في التلفزيون وحتى في الحرة عندكم. شركة هوبي لوبي نقلت شحنة من الإمارات على أساس سيراميك منقول إلى أمريكا. مؤسسة الجمارك الأمريكية عندما فتحتها شافت هذا مو سيراميك، هذه آثار. استدعت أحد الخبراء من أحد الجامعات الأمريكية قال هذه تابعة لمسوبوتاميا، هذا آثار عراقية. بقت بالمثقفات، فتحوا السفارة العراقية سنة كاملة، العراق لم يستجيب، حتى وصل حد قالوا بطولة فلوس خاطر نكمل الإيجار، لأنه هذه مثقفات لازم تدفع فلوس. وصرخنا وصلت. بعد ذلك مؤسسة الجمارك تبرعت، وبالتالي صار صدر الحكم وذهبت بصناديق إلى السفارة العراقية قبل سنة. لا يوجد مفاوضات يا سيد الفاضل، ولا يوجد أي شيء، هذه كلها محاولة انتصارات سياسية. يعني القصد أنه نحن فرحانون طبعا جدا، وهذا لا يلغي جهد هذا اللي نقوله احنا بالضبط دكتور علي، هذا اللي نقوله. احنا نفرح يعني عراقيين بعودة الآثار العراقية. دكتور عباس تحب تعلق على كلام دكتور علي؟ نعم، العفو حقيقة، يعني هنالك بعض الخلط أيضا في هذا الكلام والآراء والأقاويل التي طرحت، مع احترامي وتقديري إلى الأخوة المشاركين في برنامجكم، لكن أحب أن أوضح بغض النظر عن الطريقة التي أخرجت بها من العراق أو من الدول المجاورة، لكن بذلت جهود حثيثة من قبل السلطة الآثارية والجهات الداعمة إلى السلطة الآثارية كوزارة الخارجية، وزارة الداخلية، الأنتربول الدولي. طبعا نحن نغذي معلومات الأنتربول الدولي من خلال إصدار قوائم The Red List، القائمة الحمراء المتتالية. دائما نحن نغذي تلك المعلومات لغرض متابعة كافة المزادات والمجاميع الخاصة التي تعرض فيها القطع العراقية. حقيقة تلك القطع على الرغم من أنه أخرجت من العراق، لكن السلطة الآثارية في العراق تعلم
تعلم على وجه الخصوص تلك القطع التي أخرجت عن طريق المتاحف، كون أنه تلك القطع موثقة ولديها رقم متحفي يعرف بالقطعة الأثرية وتفاصيلها. أما بقية القطع التي تستخرج من المواقع الأثرية فهي لا تسمى تحف، هي قطع أثرية من خلال الفحص الدقيق واللجان الفنية التي تقوم بها السلطة الآثارية. قد تكون هنالك بعض المعلومات ضعيفة المعلومات، ولكن يمكن الاستدلال على تلك القطع من خلال القطع المشابهة الأخرى التي تعود إلى نفس العصر أو من خلال ولا سيما وأحب أن أوضح أنه تلك القطعة 17,000 قطعة هي موروث مادي، وثائق مادية حصرا، أي أنه أغلبها كتابات، لربما الكثير منها قد درس وقد نشر في المجلات الدولية العالمية وعلى مستوى دولي. تم دراسة تلك القطع ومعرفة كل التفاصيل الموجودة بها. طبعا لا يعني هذا أنه تلك القطع سوف لم يتم دراستها أو غير ذلك في المستقبل، أن الدراسات الآثارية المسمارية هي دراسات متطورة، ولربما السنين القادمة ستكشف لنا قراءات أخرى لتلك احنا النصوص. دكتور نعم دكتور عباس، يعني عذرني على المقاطعة، نعم. أنا بس أريد أقول كلمة، إحنا الهدف نريد نوضح شلون يقدر العراق يستفيد من الآثار الموجودة إذا كانت موجودة وتم اكتشافها وموجودة بمتاحف، وإذا كان هناك قطع أثرية، قطع أنتيكس مسروقة من العراق، شلون ترجع والعراق يستفيد منها؟ هذا الهدف. لذلك دكتور علي أريد أسألك، شلون ممكن نستفيد من هذه القطع؟ هسه القطع شلون طلعت؟ قطع رجعت للعراق، هذه القطع شلون نقدر نتأكد منها، نتأكد من صحتها، من سلامتها، وأيضا نستفيد منها في المفروض في العراق كمتاحف وكمؤسسات؟ أولا قبل ما أجيب، الأستاذ دكتور عباس ذلك الشخص المهذب الذي أحبه كثيرا قال كلمة خلط. الجواب ليس هنالك خلط يا دكتور عباس، هنالك مع قطع أثرية حتى فيها استامبو كود. المديرة الآثار والعراق فشل في استرها، وبيعت في مزاد سودابي وغريسبي من ضمنها لوحة شل منصر الثالث، أيضا لم يستعدها ولم يبذل العراق جهدا كبيرا ولم يبذل هذا. أنا لا أحملك أنت أستاذ عباس ولا المؤسسة، هذا جزء من ضعف دولة بالتأكيد. ولذلك أنا أعرف أنت موظف في مديرة الآثار، ويجب أن تدافع، ويجب أن له لا تقف إلى، ويجب أن الآن حتما المسؤولين لك ده ينظر، ولكن أيضا لا تجافي الحقيقة ولا تقول هنالك خلط. لم يكن خلط في كلامي، أنا أتكلم بطريقة أكاديمية وبطريقة علمية. يا سيد الفاضل، آثارنا الآن تعرض في المزادات العلنية وخصوصا في غريسبي وفي سودابي. نحن لا نعرف التعامل مع المحامين الأجانب، عبالهم كلهم يتعاملون مثل ما يتعاملون المحامي طارق فلان وغيره وغيره. الجواب نفشلنا في استعادة الكثير من القطع الأثري. نحن هنالك قانون يا دكتور عباس ويجب أن تعرفه، وأنت وحتما تعرفه. الأمريكان عندما سيطروا العراق صدروا قرار عظيم جدا، يعني حتى المحتلين وما نعرف استفاد منهم، صدروا قرار أنه أي دولة تسمح بتجارة الآثار العراقية فإنها ممكن أن تضعها أمريكا في الفصل السابع. إحنا هذا القانون وزارة الثقافة ومديرية الآثار شلناه وحطيناه وين؟ عرف، لم نسوقه ولم نرعب به ولم نستخدمه. ولذلك مؤسسة الجمارك الأمريكية لما مسكت الآثار هذه كلها ضمن القانون الأمريكي، وأيضا جزء من 17,000 اللي جاءت، هذه قسم منها جاءت من اليابان ضمن القانون الأمريكي في منع المتاجر بعد 2003 بعد الاحتلال، وأيضا جاءت من هولندا. وبالتالي هنالك تقصير دبلوماسي وهنالك تقصير آثاري في هذا الاتجاه. لو كان هنالك جدية ولو كان هنالك حرقة على هذا لكان سوقنا هذه وكان خاصرنا هذا. وأضرب لك مثل أيضا، في إحدى السفارات العراقية في الخارج جاءوا لي وقالوا تعالوا شوفوا لنا ايش كاتبين. مديرة الآثار كاتبة اكو ستاتيو وذ تو هورن، يعني يقولها في وذ تو سنتشري. هو العراق بسمع لهذه القضيه مهمه يا استاذ علي، فضل. العراق كاتب انه مفقود اثر تمثال بقرنين، ما ادري مترجمها كاتب القرنين مسميها سنتشري القرن 100 سنه مو هورن، وبالتالي ما ادري حتى اجيت لبغداد قلت لهم تعالوا دكتور تعالوا بابا. احنا نقول مرات انا قايلها بالبرنامج قبل، وانا اعرف ان حضرتك دائما
يعني لهجة الفصحى دائما تغلب، لكن أنا دائما عندي كلمة أقولها بالبرنامج، أقول الشق كبير والرقعة صغيرة. هسه دا أسأل، رجعت آثار للعراق دكتور علي حتى لا أطلع من الموضوع، أريد أستفيد، رجعت الآثار العراق شلون يستفيد منها دكتور؟ دكتور علي. لا طبعا الاستفادة منها كبيرة جدا. أولا هناك دراسات حصلت في جامعة كورنيل يمكن استفاد منها بوجود الدراسة وبوجود الأثر. ثانيا هي هذه الآثار أغلبيتها أختام إسطوانية. هذا الختم الإسطواني سيدي بترانيم دينية وأيضا رسومات دينية وبأشياء، حتى اكتشفنا أن المجموعة الشمسية هي 8 أجرام وموقع الأرض بخلال ختم إسطواني. يعني هذه أيضا دراستها، وأيضا هذه ممكن أن تكون في متاحف المحافظات، وبالتالي نعم يمكن الاستفادة منها وأيضا يمكن دراستها من جديد بطريقة، لكن أن نعرضها الآن كأثر بالوقت الحاضر لا يمكن إلا بعد تلك الجهود الكبيرة. نعم ممكن نستفادها في هذا الباب. نعم طيب نروح فاصل حتى أيضا نرجع ونكمل ويا دكتور عباس ونكمل ويا دكتور علي، وريد نستفيد مثل ما قلنا من هذا الكم الكبير من الآثار، والآثار الثانية اللي ما عدها بعدها تحت الأرض هم شلون نستفيد وشلون نستفيد منها ونطلعها. بعد الفاصل الحديث مستمر حول واقع الآثار العراقية وأهمية القطع الأثرية المعادة من الولايات المتحدة إلى العراق، خليكم ويانا. عدد من المهتمين بشؤون الآثار رحب بالخطوات الحكومية باستعادة العراق مؤخرا آلاف القطع واللقى الأثرية من دول عدة أبرزها الولايات المتحدة في واحدة من أكبر عمليات الاسترداد في تاريخ البلاد. ما حصل للمتحف العراقي، ما حصل للآثار العظيمة لبابل عبر العصور، الآثار العراقية مرتبطة بالحس الوطني. تلاحظ شلون الحس الوطني شوية ضعيف، أنا أقول لك يعني مو معدوم، لا ضعيف. اللي بداخله إحساس وطني بده يشبث بتراثه بأولياته بكذا شيء، يعني مو من المعقول الطريقة اللي نهبت بها الآثار. تعني الكثير العراقي استعادة 17,000 قطعة أثرية، لأنه العراق طبعا هو بلد الحضارة، بلد الآثار، بلد الثقافة، فهذا بالنسبة لنا استعادة قضية تاريخية. يعني منذ أن نقب بالآثار الكتب المسمارية بالخط المسماري، منقبين يعني أجانب من فرنسا من ألمانيا من هاي، وسرق قسم منها وبقي الباقي، فهو هذا تاريخ بالنسبة لنا، مراحل من السومرية الآشورية إلى العربية. المطلوب تفعيل حملة وطنية وحملة دولية من قبل منظمات ثقافية تعني بالتراث الإنساني لإعادة هذه الآثار المسروقة، لإعادتها الآثار المسروقة. والمطلوب من الحكومة العراقية أيضا الاهتمام بالآثار وصيانتها. هذا العدد الكبير من النسخ المستعادة من التراث العراقي المنهوب من 2003 وحتى الآن هي مسألة طبيعية، لأنه العراق ظل 7 أشهر بلا حدود، فيدخل ويخرج من هب ودب. فهذا العدد الكبير من النسخ المستعادة الآن هي قد تشكل نسبة قليلة مما نهب من تراث العراق. طيب نواصل الحديث مع ضيوفنا الكرام دكتور عباس منديل معاون مدير عام دائرة المتاحف العامة ومدير متاحف المحافظات، وأيضا المؤرخ والخبير في الآثار والحضارة العراقية الدكتور علي النشمي. أهلا بكم مرة أخرى ضيوفي الكرام. دكتور عباس، إذا حضرتك تحب تعلق على الآراء اللي استمعت لها، وأيضا أريد تنطينا صورة عن عدد المتاحف العراقية وجهوزيتها لاحتضان الآثار العراقية في المرحلة الحالية. شكرا أستاذ علي. حقيقة أحب أعلق على يعني نقطة مهمة وجوهرية. نحن الآثاريين نتكلم بصورة مهنية ونعتمد على الدليل المادي والتحليل والاستنباط للمعلومة. أحب أن أوضح أنه هنالك لدينا في السلطة الآثارية الهيئة العامة للآثار والتراث
قسم خاص يعنى باسترداد الآثار، وقد عملنا جاهدين ومنذ تسعينات القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر إلى استعادة الكثير من الآثار العراقية المهربة للخارج. وأنا لله الحمد شخصيا استعدت قبل سنتين عدد من القطع الأثرية من مقاطعة هتاي في تركيا، وهنالك العديد من النشاطات الأخرى التي قمنا باستعادة آثارنا، والعمل مضني ويعني حقيقة وحثيث لاستعادة أعداد أخرى مسجلة لدينا لاستعادتها إلى العراق. طبعا نحن نتابع كافة القطع المهربة إلى الخارج والتي تعرض في المزادات العلنية العالمية أو حتى في المجاميع الخاصة. هذه حقيقة معلومة مهمة، وأود أن أوضح أن قانون الآثار رقم 55 لسنة 2002 هو قانون نافذ لغاية الآن، ولم يعطل هذا القانون، بل على العكس من ذلك توجد مادة صريحة وواضحة وهي المادة 36 من هذا القانون، تنص على قيام السلطة الآثارية بضرورة استعادة الآثار العراقية. هذا من جانب. الجانب الآخر، نحن نعمل أيضا على المنظمات الدولية ومساعدتها في هذا الشأن وإصدار القرارات، وحتى أنه القرارات قد صدرت من مجلس الأمن، القرار 2199 والقرار 1483 والذي ينص على تجريم داعش واستعادة الآثار العراقية. وأحب أن أوضح حقيقة أنه الدول جميعا تحترم الثقافة المادية للشعوب كافة، وجميع الدول تسهم إسهام مباشر، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وبقية الدول على استعادة القطع الآثارية المهربة من مواطن الحضارة، وعلى وجه الخصوص آثار بلاد الرافدين. وخير دليل على ذلك أنه القطع التي تم استلامها أمس هي ليس فقط 17,000 قطعة التي تم استعادتها من الولايات المتحدة الأمريكية، بل تسلمت أنا شخصيا مجموعة من القطع من اليابان، نسيج طبعا محفوظ بصورة جيدة، وكذلك قطع المذر قادس الآلهة الأم التي كانت آلهة مهمة في بلاد الرافدين، وأيضا دكتور قطع أخرى. نعم دكتور، أنا يعني أشكرك دائما للتوضيح ولإعطاء وجهة النظر الرسمية في هذا اللقاء، بس أنا سؤالي أريد أعرف، وأنا قلتها بالفقرة الأولى يمكن سمعتني وكنت أحكي ويا سيد هيثم. نعم. العراقيين ما يهتمون بالآثار، هسه أنا أريد أعرف إيش قد عندنا متاحف، إيش قد عندنا هالمتاحف مخدومة والناس تزورها وبيها مناطق متاحف مفتوحة، متاحف ما مفتوحة، لأنه إحنا ما بصراحة الموضوع ما مخدوم. نعم يعني. نعم تفضل. لا حقيقة طبعا أنا ألوم وسائل الإعلام كافة لعدم تسليطها الضوء على هذا الجانب والتعريف بموروثنا الرافدين الثر. بالنسبة للمتاحف يعني أود أن أوضح، باستثناء إقليم كردستان لدينا 14 متحف، في كل محافظة متحف. طبعا تعرضت تلك المتاحف نتيجة النزاعات المسلحة الخارجية أو الداخلية إلى دمار، يعني غالبيتها تعرض إلى الدمار، وعلى وجه الخصوص في المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم الإرهابي داعش. طبعا لحد الآن ولله الحمد استعادنا افتتحنا 4 متاحف، هي بابل، السماوة، الناصرية، ومتحف البصرة الحضاري، ونحن بصدد افتتاح متحف ميسان كان من المؤمل افتتاحه العام الماضي، لكن كما تعلمون الواقع الأمني الهش الذي كان سائدا العام الماضي أيضا إلى طبعا جائحة كورونا أجلت بعض الشيء افتتاح متحف ميسان، ونحن عاكفون حقيقة الآن وجهود وزارة الثقافة الحثيثة وتسهيل كافة الإجراءات ومحافظة ميسان لافتتاح هذا المتحف. كذلك لدينا خطط، طبعا تم تأهيل عدد من المتاحف الأخرى، متحف ديالى الحضاري. طيب. وأيضا متحف كركوك الحضاري هم جاهزين. نعم. حاليا لإسنادهم بالقطع الأثرية المتنوعة. دكتور طبعا نحن. نعم. جادون. نعم. في الهيئة العامة للآثار والتراث. نعم. عفوا دكتور عباس. دكتور علي. نعم. أريد أسأل دكتور علي، من أين يبدأ خط الشروع في مهمة الحفاظ والترويج للحضارات العراقية القديمة؟ طبعا منذ 20 سنة وأنا أقدم مقترحات، هي أولا أن نحافظ على الآثار العراقية. طبعا مديرية الآثار والصديق العزيز دكتور عباس يعرف
المسجلة لدى مديرية الآثار هي 12,000 تل أثري، لكن يا سيدي نحن لدينا أكثر من 100,000 تل أثري ليست تابعة لسلطة الدولة. هذه الآن تنهب وتسرق وهي عرضة لكل شيء، حتى ال 12,000 تل أثري لا يوجد لدينا حراس، يعني ايش قلت 200 واحد على 12,000 تل أثري يعني، وكل واحد لازم عودة وده يحمله كيلو مترين، أعتقد عملية صعبة جدا وتحتاج إلى مليون حارس. قدمت أثر مقترح منذ 20 سنة ولم أزل أقدمه، هو لا يوجد حل لحماية الآثار العراقية إلا بخلال ساتلايت مونيتورينج سيستم، اللي هو المراقبة من خلال الساتلايت. هذه أغلب الدول الآن تمارسها من خلال اتفاق مع أحد شركات الساتلايت العاملة، وهذه الشركات لديها نقاط معينة تتابعها من خلال مراكز شرطة معينة، وجود شوفر سريعة وغيرها، وبالتالي كلها لا تكلف هذه العملية أكثر من 10 ملايين دولار. في كل مرة يقولون ليست لدينا 10 ملايين دولار على كل الوزراء الذين مروا، وبالتالي الحل الوحيد في حماية الـ200 أو الـ100,000 تل أثري موجودة. طبعا سينزعج الدكتور عباس يقول احنا لدينا 12,000 وينزعجون في مديرية الآثار، أجاوبنا كل الجامعات الأمريكية ميشيغان شيكاغو بنسلفانيا. هسه هو دكتور عباس ضحك ما انزعج، هسه راح حتى نخليه علق على هاي النقطة ورا ما تخلص. تفضل دكتور علي. مهذب. لا طبعا لا نعم بس زميل واخ نعم. عزيز مهذب طبعا، لا بس انا اماسحه شويه وشاكسه يعني. طبعا هو رجل الان يعني ضمن الدوله، انا لا احنا بدنا نحكي اليوم حقيقه احنا بدنا نحكي على جزئيه مو كل الناس مهتمه بها، ولذلك احنا نريد نوجه وجود حضراتكم الوجوه المبتسمة ويانا حتى نوضح للناس أهمية التراث، أهمية التاريخ والحضارة بالعراق. يعني تستحيف تروح بغير بلد تشوف الحضارة شلون يتعاملون وياها بالعراق. يعني تفضل دكتور علي كمل. القضية الثانية المهمة جدا، طبعا هو يجب أن يكون الرجل المناسب للمكان المناسب، واتكلم يعني انا تكلمت مع الدكتور عباس ونحكي في هذا الهم، وانا رجل ليست لي علاقه بمديريه الاثار، انا استاذ في الجامعه يعني ولي بعيد عن هذا الموضوع، لكن مهتم بالاثار. القضيه الثانيه التي يجب ان نقاتل عليها والتي ستعمينا كثيرا، وهو هذا انا قدمت به مقترح لمؤتمرات في القاهره وغيرها، هو محاوله تغيير، حتى بوغوف وصلنا لها رساله انه تغيير قرار الامم المتحده عام 1970. ما أدري على الدكتور عباس عنده علم بهذا القرار؟ لا. ب 1970 الأمم المتحدة قررت أنه كل أثر مسروق قبل 1970 من حقه أن يباع بالمزادات، وكل أثر يسرق بعد 1970 لا يباع بالمزادات العلنية. شوف الشيء المضحك، فالكل السراق بالعالم، مريدي موجود، سوق مريدي موجود بالعالم كله، فليجي يسرقها من الموصل 2005-2003 يجيب له فد واحد مزور يكتب أنه اشتريتها من تومسون بولس 1960، مثل ما صارت ويا حلم جيجامش اللي أنت شفته في المتروبوليتان في نيويورك. هذا الأثر اشترى جرين اللي هو مسؤول عن هذا، اشترى على أساس هذا أثر مشترى عام 1950 يعني. بعدين أحدث قال يابا هذا ترى مسروق حديث، بعدين شافوا الأراك شافوا بها ترى بها تزوير. هذا القرار يجب أن يتغير. لو تغير هذا القرار بأنه الأمم المتحدة ويجب أن نلح نحن في العراق، ويجب أن هذا أنه لا كل أثر حتى قبل 70 لا يباع في المزادات العالية، هذا شيء مضحك. أنا ألقيت محاضرات في البرلمان الأوروبي وفي في فرنسا وفي إسبانيا وفي كل بلد أروح من جيبي الخاص ألقي محاضرات لمعالجة القضية. يجب أن نلغي هذا القرار، وأيضا من خلال الساتلايت مونيتورينج سيستم الدولة يجب التعاون بهذه الطريقة. خلينا أسمع من دكتور عباس لأنه ما أريد دكتور علي أعتذر لأن ما عندنا وقت هواية، أريد دكتور عباس يعلق لي على النقطة حماية المواقع الأثرية الموجودة بالعراق. تفضل. نعم أشكر حقيقة الدكتور علي نشمي لطرح هذه المواضيع المهمة، شكرا جزيلا حقيقة. لكن أحب أن أوضح أنه عدد المواقع الأثرية ليس 12 بل وصل حسب المستوحات الأخيرة إلى 18,000 موقع. طبعا أحب أن أوضح أنه هذه المواقع هي معلنة أثريتها في جريدة الوقائع العراقية. طبعا العراق ما يعني ما شاء الله يحوي على آلاف أخرى من المواقع الأثرية،
وحقيقة لدينا قسم مختص وقسم التحسس النائي في الهيئة العامة للآثار والتراث يقع على عاتقه مسؤولية الكشف عن تلك المواقع، فضلا عن وجود بعثات التنقيب سواء كانت تلك البعثات عراقية أم أجنبية لاكتشاف المزيد من عندها. حقيقة بالنسبة للستلايت، نعم أشكر الدكتور علي على هذه المعلومة. نعم الهيئة العامة للآثار والتراث سبق منذ عام 2006 إلى الاتفاق المبدئي مع شرطة الكاربينالي الإيطالية لإقامة حقيقة منظومة فضائية لمتابعة مواقعنا الأثرية لحظة بلحظة، ولكن كما أوضح الدكتور علي صح هنالك التوقيت يجب أن ندفع مبالغ طائلة. ماكو فلوس ساعة معينة دكتور عباس؟ ما عندكم فلوس؟ لا هو يعني هو حقيقة المنظمات، لا العفو المنظمات الدولية الساندة لهذا الموضوع تعكف حاليا على تغطية الأجواء العراقية لمدة 24 ساعة وليس ساعة أو ساعتين مع دوران القمر الصناعي. هذه حقيقة معلومات فنية وإشكالات فنية تعكف الهيئة العامة للآثار والتراث على إيجاد الحلول المناسبة لها. حقيقة موضوع الأخ اللي طرحه الدكتور علي هي اتفاقية عام 1970 الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. نعم طبعا أثبتت هذه الاتفاقية الدولية فشلها، لذلك أوجدت الدول اتفاقية أو معاهدة أخرى نسميها النياندروات لعام 1995. طبعا العراق لديه إشكال على هذه الاتفاقية، وأنا أضم صوتي إلى الصوت العراقي حول الإشكالية الموجودة في هذه المعاهدة الجديدة، ألا وهو وجود نص يقول شرط النية الحسنة، يعني مبدأ التعويض للأشخاص الذين يقومون بجلب القطع إلى المتحف العراقي والمتاحف العراقية السلطة الآثارية مقابل دفع ثمن معين جزاء هذه القطع، لكن يجب أن تتوفر النية الحسنة هنا، وهذه طبعا نقطة جوهرية ومهمة يتم دراستها لإصدار هذه المعاهدة والتصديق عليها كتعويض عن اتفاقية 1970 التي أثبتت فشلها. نقطة أخرى مهمة طرحها الدكتور علي طبعا هي بما يطلق عليه مسألة مبدأ التقادم. الدول الأوروبية التي تسعى المستوردة للآثار حقيقة تسعى جاهدة إلى تعزيز فقرة التقادم، وهذا لا يجوز، أي بمعنى أنه العراق إذا لم يكشف على أي قطعة أثرية مسروقة تصبح هذه القطعة بعد 3 سنوات ملك للدولة التي المتواجدة فيها، وهذا لا يمكن، إذ أن كثير من تلك القطع تخرج من مواقعنا الأثرية خلسة دون علم السلطة الآثارية. فهذا الإجراء غير سليم ويضر بالآثار العراقية. دكتور علي كيف يمكن تنمية الحس الوطني اللي حكوا عنه بعض المشاركين اليوم في الحفاظ على الآثار واحترام الآثار والاهتمام بها؟ والله يا سيد الفاضل أنا عذرا بكلمة أنا يعني التقيت بأغلب وزراء التربية قلت لهم يجب أن يكون ذلك درس خاص بتنمية حضارية أو تنمية تاريخية، وقدمت لهم حتى كراس وقلت لهم أخذوا مجانا. لا يوجد لدينا وعي أثاري، لا يوجد لدينا وعي تاريخي. لو تسأل أي طفل أي أستاذ جامعة غير اختصاص حتى اختصاص تقول له منو سمير رميس يقول لك أميرة مصرية، لا يوجد لدينا وعي تاريخي. هذا تقصير كبير. أيضا عندنا 60 فضائية ولكن ولا يوجد فيها برنامج تاريخي يجيب لك واحدة لا شو اسمه وعمه هذا من الأثر يقول هذا سومري يقول هذا من أيام حج عبود. لذلك ليس هسه هم نعتذر من حج عبود ما ندري من عبس لم نعتذر من حج عبود. كمل دكتور. اي على فكره انت لطيف جيد الله يسلمك دكتور، تثير يعني سنس هيومر. القصد انه هنالك تقصير كبير جدا في الوطنيه تستند على الثقافه الوطنيه، والثقافه الوطنيه عمود الثقافه الوطنيه هو التاريخ. نحن اختلفنا على تاريخ الإسلامي في كل شيء،
ولكن اتفقنا كلنا على تاريخنا القديم، وبالتالي عنصر لتكوين الوطنية وتكوين الثقافة العراقية هو التاريخ القديم، وبالتالي يجب أن يدرس بطريقة لطيفة معلومات بسيطة تقدم للطفل، وبالتالي يعني مثلا أضرب لك مثل بسيط، احنا الآن نقول 2021 ميلادي، التقويم أكيد العراقي الآن 6761 لم يجي الطالب يكون اليوم أحد 6761 ميلادي، مجرد هذه الطفل من يكتب ابتدائية أنه تاريخ العراقي 6700 دكتور علي دول كثيرة مع وجود السوشيال ميديا وسائل التواصل دول كثيرة صارت تعتمد هذا الموضوع وتشوف تقويم الكذا والتقويم الكذا والتقويم الكذا. أريد أشكركم ضيوفي الكرام على رحابة صدركم وعلى مشاركتكم القيمة في حلقة اليوم، والموضوع هذا ما يخلص بسنوات من الحديث. أشكر ضيفي من بغداد الدكتور عباس مندي المعاون مدير عام دائرة المتاحف العامة ومدير متاحف المحافظات، وأيضا المؤرخ والخبير في الآثار الدكتور علي النشمي، أشكركم جزيل الشكر. أيضا سادتي المشاهدين، إن شاء الله نلتقيكم باكر حلقة جديدة من برنامجكم بالعراقي، لا تنسوا متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، في أمان الله.